السلام عليكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم في قناة باس نيوز. إن كنت جديدا معنا فضلا اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله، ونرجو منكم الضغط على زر الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار، شكرا لكم. السلام عليكم. شاهد في هذا الفيديو مصمم هيكل الأسد ببلدية الشمرة بولاية باتنا يخرج عن صمته بعد الضجة التي أحدثها على مواقع التواصل الاجتماعي. هو هذا الأسد الذي انتشر أو صور للمجسم لأسد منتشر عبر التواصل الاجتماعي في الجزائر وقالوا لي حتى خارج الوطن. أنا هو الفنان والله، أنا هو الإنسان اللي هوي والله، الإنسان اللي حب شي يقدم البلدة تاعو، الدوار تاعو، لعشرته، للطريق، حاجة من عنده وإمكانيات بسيطة بثمنين بسيط، ثمن رمزي. هذا ما هو لا مشروع لا سيميسيوني لا عنده كاي تشارج لا حتى حاجة. بيني وبين البلدية تاعي بغاو يقدموا حاجة، أنا رسام، خدمت المدارس، خدمت لي كراش، درت معار، هاي لوحات الفنية التشكيلية تاعي. رسام فنان، مانيش مختص في النحت، ولكن الدايرة تاعي منطقة نائية، حاولت أني نقدم حاجة من عندي. أخطأت حقيقة صح، ولكن كي تحط كاين اللي عجبو كاين اللي ما عجبوش. والخطأ الخطأ ماشي من عندي أنا. أنا قدمت اللي عليا، وهو من الأول بعد في بداية الأمر كان يتقيم العمل بلي موش مليح ما يتحطش، وما على باليش وين رايح نحطه. لو كان جيت على بالي بلي راح نحطه في في في, في نقطة محورية دائرية ما نديروش بهذاك الهيكل العظيم، وهذاك على الأقل نقدم حاجة أفضل منه. ولماذا الأسد تحديدا؟ باسكو حنا عندنا في الشمرة لهنا واحد البلاصة نقولوا لها كعبة الصيد. كعبة الصيد هذه كانوا بكري يصيدوا فيها الأسد الإفريقي، ومسجلة حتى في مذكرات للاستعمار الفرنسي هذاك الوقت. الشيء اللي حبيت نقوله أنا في الفيديو هذا هو الظلم مظلموش الناس. راني ماني مقاول، ماني محترف في النحت، فنان تشكيلي صح، خريج المدرسة الوطنية للفنون الجميلة، أستاذ صح، قدمت للبلدة تاعي وحاولت نقدم للوطن تاعي بشي اللي نقدر عليه وبأبسط الإمكانيات. كما الأسد هذا راني خدمته بالطين ودرت له المول تاعو، ومن بعد هزيناه وصبيت فيه السيما، واللي مقيوم 16 مليون، ماشي 15 مليون، 16 مليون داخل في فاكتورة تاع اسمها صدير المقاول خدم خدمات ولا سلكات البلدية. أما أنا سلكت عليه 6 ملايين من 16 مليون. 16 مليون الساكة تاع الإسمنت الأبيض هاي ب 100 ألف، كلا بزاف الرمل، كاين واحد السيما واحد لاكول باش نكولي بها أجزاء المول كي خدمتو. أنا حاولت باش نمد حاجة مليحة، ما حاولتش باش نفسد هذاك والرومبوان النقطة الدائرية. جيت في الريف ماهيش في المدينة، يعني وين تعقل حركة المرور صح، الحي هذاك ضيق لأنه جبل منا يليق نورمالمون يرازي ويوسعو في الطريق وندخل تاع البلدة تاعي دائرة بشمرة. لم أنتظر أبدا أني أنه هذا العمل يوصل ويحدث هذا الضجر الوطنية، ممكن حتى خارج الوطن. ونزيد نأكد راني حاولت أنا وقبلت أنا أني نقدم حاجة وتقدر تقول ببلاش البلدة تاعي. أنا سلكت 6 ملايين من فاتورة تاع 100 مليون، هذيك الله يسهل على البلدية كيف حسبت المقاول، لأنه خدم خدمات أخرى. و 6 ملايين هذه جات من 16 مليون لأن المادة الأولية جات أكثر من صورته حاولنا، وهذا هو الشيء اللي حبيت نقوله.